السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل أنواع الهايبر سنسيتيفيتي. تحدثنا المرة الماضية على تايب نمبر 1 وتحدثنا عن الفيز بتاعه سنسيتيزيشن فيز اكتيفيشن فيز والإفكتر فيز. نتحدث إن شاء الله المرة هذه على تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو عبارة عن انتي بودي ميديتد سايتوتوكسيك رياكشن. يمكن تحدثنا في بداية الحديث عن الهايبر سنسيتيفيتي قلنا في عندنا نمبر 1 اي جي اي ديبندنت وعندنا نمبر 2 اللي هو عبارة عن اي جي جي او اي جي ام ديبندنت. بمعنى انه احنا في عندنا رياكشن بيحصل من ناحية اميون ريسبونس عندما يتم التعامل مع رياكشن ما بين الانتي بودي اي جي جي او اي جي ام تمام بتاع جسمي اجينست اللي هو عباره عن فيكست انتيجين موجود عندي على السيرفيس للسيلز تمام. وهذا الامر طبعا بيتمثل في عده اوجه. ممكن يكون عندي دراج هذا الدراج شبك على انتيجين على السيرفيس بتاع الخلايا وعمل عندي اتاك لهذا التغير صار عندي في الانتيجين وكانه صار انتيجين غريب تمام بعد ما الدراج شبك عليه وفي الحالة هذه هيحصل عندي اميون رياكشن. كما انه الفكرة الاخرى انه بصير عندي في الاوتو اميون ديزيز انه ممكن يحصل عندي نفس الفكرة بتاعت اللي هو تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي وحنتحدث على منهم الامثلة تمام. As well as ممكن يحصل عندنا نوع من الكروس رياكتيفيتي اوف ذا انتي بودي listed following infection. يعني كمان غير موضوع الدراج انه بيحصل في عندنا نوع من الكروس رياكشن او بسميه مولكيولر ميميكري انه في عندي انتيجين موجود في داخل جسمي از افورين في تشابه مع الانتيجين بتاع جسمي وهذا الاساس صارت عندي اللي هي الرياكشن بتاع ماي اون انتي بودي اجينست ماي سيلف. وهذا الامر ممكن يحصل يصير عندي مشاكل انفلاماتوري بروسيس ويصير عندي دامج. اذا هذه بشكل عام عباره عن اوجه لهذا التفاعل. طبعا عندما يحصل هذا التفاعل تمام لابد انه يدخل عندي على الخط اللي هو عباره عن الكومبلمنت اكتيفيشن. زي ما احنا عارفين انه قلنا الاي جي جي او الاي جي ام هما الانتي بوديز اللي ممكن يدخلوا عندي في التفاعل بتاع اللي هو تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. معناته انا في عندي انتي بوديز شابك على سيرفيس انتيجين تمام هيجي عندي الانتي بودي سواء كان اي جي ام تمام هيجي عندي كومبلمنت وهيحصل عندي كاسكيد اكتيفيشن للكومبلمنت او يكون عندي تو اللي هو انتي بودي اي جي جي بشكل او باخر. اذا بنفكر هنا انه لو كانت عندي ريد بلاد سيل اكيد الكومبلمنت هيشتغل من خلال الانتي بودي ويعمل عمليه هومولايسيس بشكل او باخر. شغله اخرى تمام ممكن يحصل احنا مع الكومبلمنت يحصل عمليه اللي هو فاجوسايتوسيس بشكل او باخر لهذه الخلايا از اوبزونايزيشن. بس هون الاوبزونايزيشن حيكون لخلايا نوعا ما اللي هو طبعا بتكون فري. ولكن ايش ممكن يحصل عندي انه الكومبلمنت هنا عندي بيكون الكومبلمنت في هذه الحاله اوكي الموجود عندي الريسبتور بتاعهم على الماكروفيج وعلى النيوتروفيل اوكي هم اللي هيساعدوا انه ياتوا على هذه المنطقه تمام الموجود فيها الكومبلمنت على الانتي بودي مع السيرفيس انتيجين ويصير عندي عمليه الدستركشن من خلال الانزيمز بتاع هذه الخلايا تمام. وهذا الكلام ممكن يحصل هذا الكلام اذا كان عندي فيكست ايشو او ممكن يحصل عندي نوع من الهيموليسيز لو كان في عندي انا ريد بلاد سيل حصل لها تغير في الانتيجين على السيرفيس تمام ممكن يحصل عندنا هذا الامر كتدمير بشكل او باخر. اذا الانتي بودي عندنا عفوا الانتي بودي انه استدعى الكومبلمنت تمام في موضوع اللايسيس از ويل از اثنين انه الانتي بودي ممكن يعني يكون عباره عن حلقه او جسر تمام ما بين اللي هو اذر سيلز مع الخليه اللي اوريدي صار لها تغير. وهنا بيحصل عندنا مصطلح اي دي سي سي انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي انه من خلال الانتي بودي تاتي خلايا النيتشر كيلر سيل الماكروفيج النيوتروفيل بعض احيان الايزينوفيل
تمام، وترتبط على هذا الانتي بودي لانها لها ريسبتور، وتاتي هذه الانتي بوديز طبعا هذه الخلايا وتعمل عمليه اللايسز لمين؟ للتارجت سيل اللي صار لها هذا الامر، تمام، بدون ما يحصل عندنا عمليه فاجوسيتوز اند سو اون. اذا هذا اللي بسموه عباره عن الاي دي سي سي، اجت الخلايا من خلال انزيمات موجوده عندنا جرانزيمز بعض من البروتييزز انزيم، وصار في عندنا عمليه الدستركشن لهذه الخلايا اللي احنا تحدثنا عنها. بقول لي كمان الاي جي اي انتي بودي كان بي انفولد في هذا الموضوع. شغلة أخرى أو وجه آخر غير موضوع الكومبلمنت في موضوع اللايسز، غير موضوع الأنتيبادي في موضوع الأتاك، في عنا أنتيبادي ميديت سيلولار ديسفانكشن. إيش يعني سيلولار ديسفانكشن؟ يعني ممكن يحصل عنا إذا بتتذكروا في موضوع الأوتو أميون ديزيز ذكرنا أنه الأنتيبادي تمام شبك على في الديزيز اسمه مستينيا جريفز على الأسيتيل كولاين ريسبتور، تمام، وأعاق الكونتاكت بتاعت اللي هو النيرف سيلز مع بعض من خلال اللي هو اعاق وصول الاسيتيل كولاين فروم وان نيرف سيل تو ذا انذر. اذا معناته هنا عملنا ايش؟ سيلولار ديسفانكشن بشكل او باخر، وصار في عندي نوع من الامبيرمنت، وبعد هيك صار عندي انفلاماتوري بروسيس في منطقه اللي هو هذه الخلايا الموجوده عندنا اللي عندها الريسبتور بتاعت الاسيتيل كولاين، وحصل عندي عباره عن سيل انجري او صار عندي انفلاماتوري بروسيس. خلينا نطلع على عدة أمثلة في هذا الجانب. من ضمن هذه الأمثلة الترانسفيوجن رياكشن. الترانسفيوجن رياكشن هو one of the examples في هذا الموضوع. يعني مثلا لو أنا قمت نقلت عندي بلاد، احنا بنعرف انه عادة الكومباتيبيليتي مطلوبة لننقل بلاد دم جروب A ننقله لمريض دم جروب A no problem. لكن فرضا أنا قمت نقلت A ل B، يعني انسان دمه دونر دمه يعني الجروب بتاعته ايه، نقلنا لبي، فمعناته الريسيبيانت اللي دمه بي معناته عنده انتي بودي في الاصل انتي اي، تمام. فلما ننقل خلايا دم حمراء الانتيجين اللي عليها انتيجين بسموه انتيجين اي، فبتوقع انه يصير في عندنا نوع من الرياكشن، يصير في عندي نوع من الهيموليسيز، وهل هم جار في هذا الموضوع. الشيء الاخر، مثال اخر، دراج اندوس رياكشن. ايش يعني drug induced reaction؟ انه زي ما ذكرت انه الدراج هو عبارة عن as a hatin لما بيجي بقعد على السيرفس تحت الخلية فبيشبك مع انتيجين معين فبغير من الانتيجينيسيتي بتاعته بشكل او باخر. هذا الكلام ممكن يكون على الريد بلاد سيل، على الوايت بلاد سيل، على البليتلتس، ويعمل عملية ايش؟ activation للكمبلمنت، والكمبلمنت يعمل لي ايش؟ يعمل لي نوع من اللايسز لهذه الخلية. إذن هنا الأمر بيحصل عندنا. إذن إذا بتلاحظ إنه عندي كلمة دراج هنا، أوكي، بنحاول نقرأها الجملة. It should be pointed out that type 2 reaction induced by drug may also induce IgE mediated type 1. يعني الدراج ممكن يشتغل على أساس إنه type 1 hypersensitivity أو يشتغل type 2 hypersensitivity أو كمان يشتغل type 3. إنه الدراج عبارة عن فورين as antigen شبك على ثلاثة as acidophil وكمان يشتغل في هذا الموضوع. as well as كمان انه number 4 as a delete type hypersensitivity، يعني وكأنه انت بتقول لي هنا الدراج اللي حكينا عنه ممكن يشتغل في صيغ مختلفة من الhypersensitivity سواء كان number 1 او 2 او 3 او 4. عندنا مثال اخر اسمه ال Rh incompatibility، يعني بمفهوم بسيط انه بيحصل بعض احيانا الست بتكون عندها ار اتش نيجاتيف، هذا له علاقه في البلاد جروبينج، في عندنا بنقول على جروب اي بوزيتيف اي نيجاتيف هم جار، بصير انه بنتقل دم من الست، تمام، هذه الست بتكون طبعا عندها الار اتش نيجاتيف، تمام، والدم بتاعها شويه منه طبعا عفوا الست تكون عندها ار اتش نيجاتيف في اول مولود بكون عندها البيبي ار اتش بوزيتيف، بنتقل شوية من البلد تاع البيبي أول بيبي إلى الأم وبيحصل في عنا وجود Rh positive cell red blood cell في circulation تاع الأم، تمام، فالأم بتكون عندي antibody against Rh positive الموجود عنا. الآن الأم طبعا في الحالة هذه الأم Rh negative، لو حصل في عنا حمل آخر، تمام، وما صارش إنه الست في الحمل الأولاني بعد ما صار عندها الولادة
اخذت اللي هو انتي دي او بالمعنى الاصح انتي ار اتش على اساس تمنع الجسم بتاعها يكون مناعه. تمام اوكي. اذا ما حصلش انه اعطيناها هذا الانتي دي او انتي ار اتش، معناته في الحمل الثاني بيحصل في عنا انه في البلاسينتا الاي جي جي بيعمل كروس بلاسينتا. الكروس بلاسينتا هذا عباره عن اي جي جي بينتقل للبيبي وحيهاجم ايش؟ حيهاجم الار اتش تاعت البيبي الثاني اذا كان الار اتش عباره عن ار اتش بوزيتيف. تمام. والار اتش بوزيتيف في الحاله هذه حيشتبك الانتي بادي مع الار اتش البوزيتيف وحيحصل عندي رياكشن ويؤدي انه يصير في عندي البيبي هيموليتيك رياكشن وممكن يؤدي الى وفاه البيبي. اذا حصل عندي في الار اتش اون كومباتيبلتي مهاجمه للانتي من الانتي بادي لمين؟ لا اللي هم الخلايا بتاعت مين؟ بتاعت البيبي اللي صار عندنا في الحمل الثاني. وهذا عباره عن مثال من امثله التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. رقم أربعة انه انا في عندي اوتو اميون رياكشن انفولف سيل ممبرين ريسبتور، وهذا الكلام تحدثت فيه سابقا بانه في عندي امراض الاوتو اميون ديزيز زي الميستينيا جريفز اللي تحدثنا عنه في موضوع الاسيتيلكولاين ريسبتور. اذا عندي انتي بادي حيشبك على الريسبتور وهذا حيؤدي انه يحصل في عندي رياكشن وحيكون عندي هناك مشاكل. زي ما ذكر جريفز ديزيز، الجريفز ديزيز انتي بادي بيشبك على الريسبتور بتاعت الثايرويد ستيموليتنج هرمون وحيحفز لي انتاج الهرمونز بشكل او باخر، وهذه الهرمونز بدورها بدرجه او بشكل غير مباشر هتعمل عندي طبعا از هايبر ثايرويدزم اللي هو اكتيفيشن للاميون سيلز، والاميون سيلز ممكن تعمل عندي برودكشن للسيتوكاينز الوت، ممكن يؤدي انه يصير في عندي انفلاماتوري بروسيس او يكون عندي نوع من السيستميك بروبلم ان جنرال. هذا جانب. جانب اخر ممكن يكون عندي اوتو اميون هيموليتيك انيميا انه صار في عندي اوتو انتي بوديز اجينست مثلا الريد بلاد سيل بشكل او باخر. تمام. اذا الاوتو اميون رياكشن اولسو كونسيدر از ميستينيا جريفز اند جريفز ديزيز او الاوتو اميون هيموليتيك انيميا از وان اوف ذا انتي اوف ذا تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. طبعا هنا عباره عن رسوم بتوضح لي انه في عندي انا انتيجين موجود على السيرفيس بتاع الخليه وشبك عندي الانتي بودي. من خلال طبعا هذا الانتي بودي هيجي عندي خلايا من خلال هذا المستقبل هذا الانتي بودي يصير عندي عمليه الكيلينج بروسيس سواء كان فاجوسايت او عفوا ماكروفيج او عندي مثلا نيوتروفيل ويحصل عندي الكيلينج بروسيس او يساعد في انه تصير له عمليه اوبزونايزيشن. تمام. انه تعالي يا خليه الماكروفيج اعملي عباره عن فاجوسيتوسيس لهذه الخلايا، او ممكن يحصل عباره عن ممبرين اتاك كومبلكس من خلال الكومبلمنت يحصل عندي وجود ديستيربنس في الاوزموتيك بريشر ويصير عندي تدمير للخلايا. هنا مثال في الاي دي سي سي زي ما احنا شايفين نيتشر كيلر سيل من خلال الجرانزايمز تاعتها اكيد هتعمل الكيلينج بروسيس وتخلي الخليه تدخل على ابوبتوسيس. ومثال اخر هنا في موضوع الاوتو اميون على مستوى الاسيتيلكولاين ريسبتور ووجود انتي بودي اجينست الاسيتيلكولاين ريسبتور. نيجي للنوع الثالث. النوع الثالث برضو كمان واضح وبسيط. النوع الاول قلنا هنا اي جي اي انفولد. النوع الثاني IgG مع IgM involved. النوع الثالث mostly عندي IgG involved. إنه بيحصل عندي antigen antibody complex موجود في السيركوليشن. عندما يكون هذا الكومبلكس في السيركوليشن هيعمل activation للإيش؟ للكومبلمنت. والactivation طبعا للكومبلمنت أوكي هيحصل عندنا ممكن يصير عندنا releasing لمين؟ لهذا الكومبلكس by phagocytosis. As well as طبعا انه ممكن هذا لما بيطلع عندي انا فيلاتوكسين اوكي بيحصل عندي بصير انه الاندوتيليال سيل تاعت البلاد فيزل تتوسع وبصير في نوع من اذا كان كميه كبيره طبعا من الانتيجين انتي بودي كومبلكس اوكي وبصير في ايش ترشح او ترشيح لهذه الانتيجين انتي بودي كومبلكس وين في داخل اللي هي ايش التيشو ما بعد البلاد فيزلز مباشره وهذا حيستدعي الانتيجين انتي بودي كومبلكس موجود عندي وحيصير في عندنا سويزنج لخلايا النيوتروفيل وخلايا المونوسايت او الماكروفاج الموجوده هناك. وفي وجود الانتيجين انتي بودي كومبلكس
الموجود عندنا، هيستدعي انه هذه الخلايا تاتي وتعمل افراز للانزيمز بتاع الانزيمز بتاعتها، وحيصير عندي نوع من الانفلاماتوري بروسيس الموجود عندنا. اذا هذا الكلام هو التصوير لتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. وجنرالي تمام التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي كمان ممكن تكون عباره عن لوكال تمام، او ممكن تكون جنرالايزد يعني از سيستميك بشكل او باخر. هذا الكلام اللي نفهم انه التايب 3 ممكن تكون صار عندي في مكان معين تمام، او ممكن يحصل في اكثر من مكان في داخل جسمي بشكل او باخر. طبعا هنا حيكون هذا الرياكشن حيكون عندي a lot of anaphylatoxin will be اللي هو released. هذه الانافيلاتوكسينز طبعا لما تكون عندي موجوده الوت اوكي موجوده الوت حتيجي على المصل لانه لها مستقبلات. المصلز طبعا هنا اوكي حتعمل عمليه ديجرانيوليشن من خلال الاكتيفيشن من خلال الانافيلاتوكسين، وهذا الكلام حيؤدي انه يصير في عندنا اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي بيصير من خلال الكومبوننتس اللي ذكرناهم في المحاضرات السابقه من ناحيه اللي هو الهيستون عفوا من ناحيه الهيستامين او من ناحيه الليكوترينينز تمام، او بعض من الكيموتاكتيك فاكتور اللي بيستدعي وجود الخلايا. اوكي اذا الان في عنا اوكي هذا الديجرانيوليشن والاكتيفيشن كمان اللي هيحصل عندي كمان للماكروفيجز، وتبدا هذه الماكروفيجز تعمل ريليزنج لتيومر نيكروسيس فاكتور الفا وانترلوكين 1، وهذا حيستدعي طبعا انه يصير في عندي انفلاماتوري رياكشن من خلال استدعاء للخلايا، ويصير عندي اكتيفيشن اللي هو الاميون سيلز از ويل از البليتلتس كمان حتساعد في من خلال البليتلتس ديرايفد جروث فاكتور عندما يشبك عليها ويخرج من المصل هيعمل يساعد الخليه في البليتلتس تعمل برضو اكتيفيشن وتطلع كمان الهيستامين تاعها واذر برودكت، وحيساعد في البلد اجريجيشن ممكن يعمل لي مشاكل على مستوى الترومبوسز ان جنرال. نيجي نطلع هنا الفيزز زي ما ذكرت انتيجين انتي بودي كومبلكس تمام، بصير عندي ديبوزيشن في الاميون كومبلكس في التيشو، والشغله الثالثه انه انفلاماتوري رياكشن حتحصل عندنا تمام. اذا هذا الامر موجود، وذكرنا انه المثال هنا بالنسبه لموضوع التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي انه في عندنا ممكن تكون جنرالايز او ممكن تكون ايش سيستم عفوا لوكال. جنرالايزد از يعني از سيستميك، وفي عندنا عده امثله لموضوع السيستميك. من ضمن هذه الامثله في موضوع السيستميك حاجه بسموها السيرم سيكنس. سيرم ايش سيكنس؟ السيرم سيكنس هنا بشكل مختصر هي عبارة عن يعني توصيف قديم لهايبر سنسيتيفيتي نمبر 3. ايش اللي بصير عندنا هنا؟ اللي بيحصل عندي هنا انه بيصير عملية ايش كاسم قديم السيرم، احنا بنعرف كلمة سيرم، بيروحوا بيعملوا عملية اكستراكشن لانتي بادي من الهورس تمام. ايش يعني؟ والله انا عايز انتي بادي لانتيجين اكس، فبروح بيحقنوا انتيجين اكس تمام في الهورس، وبصير بعد هيك استخلاص للانتي بادي ضد انتيجين اكس تمام، وبروحوا بعطوه مثلا هذا الانتي بادي اللي استخلصوه من خلال طبعا اخذ اللي هو السيرم او البلازما تمام، وبصير عندنا بعد هيك ايش انجكشن لمين لهذا الانتي بادي الاكستراكتد. طبعا الانتي بادي هذا اللي صار له اكستراكتد اكيد بيكون في عندنا بقايا بروتينز موجوده من خلال السيرم بتاعت الهورس. في المره الاولى طبعا هذا البروتين اوكي بيصير له رياكشن من خلال جسم المريض اجينست هذا السيرم اللي دخل عندي شويه بقايا من السيرم مع هذا الانتي باديز اللي انا اخذتهم للعلاج. الان تصور انه في عندنا صار الان في المره الثانيه قمنا اعطينا نفس المريض جرعه اخرى من الاكستراكتد انتي بادي وفيها بقايا من هذا البروتين. ايش اللي بيحصل عندنا هنا؟ في الحالة هذه حيصير عندنا تقريبا العملية هنا لو أعطيت أنا مرة تانية بعد فترة معينة هيحصل هناك رياكشن عند الإنسان المريض، لأنه هيحصل عندي رياكشن بمعنى أنتيجين أنتي بادي ديبوزيشن
اوكي، وهذا ممكن يحصل عندنا نوع من السيستميك بروبلم، مما يؤدي انه يصير في عندنا نوزيا، يصير عندي فوميتنج، إديمة، تمام، يحصل عندي مشاكل على مستوى المصل كونتراكشن، تمام، ويؤدي في الحاله هذه الى ممكن بعض احيان انافيلاكتيك، ايش انافيلاكتيك شوك يحصل عندنا. اذا هذا امر بصير عندنا وسموه سيرم سيكنس، تمام، من خلال هذا الانتيجين اللي احنا اعطيناه للهورس، وبعد هيك صرنا اعطينا العلاج من خلال الانتي بادي اكستراكت. وهنا ممكن يكون طبعا في السيرم سيكنس يكون عباره عن ايش، مور ذان يعني وان اورجان كان بي افكتد باي ذس كومبلكس، او على هذا الاساس سموه اللي هو عباره عن سيستميك اللي هو او جنرالايزد اميون ديزيز او هايبر سنسيتيف. مثال اخر ستريبتوكوكس انفكشن، يعني مثلا بيجي بقول لي انت لما تتعرض لانفكشن باي ستريبتوكوكس، هذا الستريبتوكوكس طبعا اكيد في انتي بودي حيشبك عليها. اذا كان في عندي كميه الوت من هذه الانتيجينات بتاعت الستريبتوكوكس، تمام، معناته حيكون عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس الوت، وحيكون عمليه الاستيعاب لهذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس او الفاجوسايتوسيس حتكون مش تقدر تستوعب هذا الامر كله، الماكروفاجز او المونوسايتس بشكل او باخر، فحيحصل عمليه ترسيب لهذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس ان مور ذان وان اريا، ممكن يكون في الهارت، ممكن يكون في الجوينت، ممكن يكون عندي ايش في الكدني بشكل او باخر. اذا هذا الكلام عندما يترسب في هذه الاريا، تمام، حيعمل عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس، تعال يا كومبلمنت، تمام، وتعال استدعي الخلايا بتاعت اللي هو الاميون سيلز، ممكن تعمل انفلاماتوري بروسيس. عشان هيك ممكن يحصل انه ناس عندهم اشكاليه في موضوع الانتيجين انتي بودي كومبلكس في موضوع الانفكشن ستريبتوكوكس، انه يصير عندي جلوميرولونفرايتس نتيجه الديبوزيشن اوف ذا انتيجين انتي بودي كومبلكس في الجلوميرولس تاع الكدني، تمام، نتيجه اللي هو الالوت اوف هذا الكومبلكس ومشى مع السيركوليشن وعند منطقه من المناطق في داخل الكدني انه في عندنا الضغط بكون فيري لو او يعني لو الضغط، في الحاله هذه حيصير في نوع من الديفيوجن لهذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس في هذه الاريا، وحيصير بريسيبيتيشن وحيعمل عندي انفلاماتوري بروسيس. وهذا مثال من انتيجين جنرالايز. بيجي بقول لي انا اللوكالايزد، اللوكالايزد ايش يعني لوكالايزد؟ انه انا في عندي انفلاماتوري بروسيس صارت في منطقه معينه، انك انت اعطيت في منطقه معينه سيرتين انتيجين، تمام، والانتيجين هذا طبعا حيشبك عليه زي ما احنا شايفين، حيستدعي يصير عندي وجود انتي بودي، والانتي بودي حيجي يشبك يصير ديفيوجن له من خلال البلاد فيزلز، اوكي، او في وجود طبعا الكومبلمنت، ممكن الكومبلمنت يشبك على اللي هو هذا الانتيجين، اوكي، وحيحصل عندنا وجود انتيجين انتي بودي كومبلكس زي ما احنا شايفين في اللي هو مصطلح بسموه ارتوس رياكشن. ارتوس ايش؟ ارتوس رياكشن. اذا الارتوس رياكشن عندي انا هنا، تمام، حيحصل في عندنا وجود انتيجين انتي بودي كومبلكس، تمام، الانتيجين اللي احنا حقناه، واستدعى وجود ايش؟ وجود انتي بودي. وهذا الكلام نعتبره احنا في المره الثانيه من اللي هو الاكسبوز، تمام، هذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس واستدعى الانتي بودي، واستدعى بعد هيك طبعا اللي هو الكومبلمنت، حيطلع من عندي انا في لاتوكسين، حتبدا اللي هو يصير اكتيفيشن لمين؟ لا اللي هو البلاد فيزلز، يلا يا بلاد، عفوا، بيرميابيليتي انكريز، ادخلي يا نيوتروفيل. الماست سيل من الانافيلاتوكسين زي ما احنا شايفين عندي هنا اجت على الماست عملت لي ديجرانيوليشن، والماست سيل كومبوننتس هتيجي عندي على الاندوثيليال سيل وحتعمل استدعاء لالوت اوف سيل كم تو ذس اريا، واكيد الانزيمز بتاعت هذه الخلايا في هذه المنطقة هتعمل انفلاماتوري بروسيس وحيكون عندي مشاكل، وهذا بيكون عبارة عن لوكال، اللي هو هذا عبارة عن لوكالايزد ارتوس رياكشن. بيجي بقول لي ملاحظة هنا، البيشنت ويد سيستميك لوبس اريتروماتوسس، البيشنت ان جنرال ويد سيستميك لوبس اريتروماتوسس ممكن يكون عندنا لوكال وممكن يكون عبارة عن مالتي اورجان از اسيستميك، هذا الكلام ممكن يكون موجود. وطبعا السيستميك هو عباره عن اوتو اميون ديزيز، تمام، هو عباره عن زي ما قلنا انتيجين انتي بودي كومبلكس
انتي نيوكليار انتي بودي مع النيوكليار ماتيريال، ممكن يعمل ديبوزيشن في اكثر من بليس ويعمل تيشو انجري بشكل او باخر، ويعمل لي جلوميرولونيفرايتس، ممكن يكون عندي مشاكل في الجوينتس ومشاكل في الهارت بشكل او باخر. اذا هذه هي امثله في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي. اذا بنلاحظ في هذه الصوره بقول لك كيف يعني عمليه تتصور انه هذه الاريا انفلاماتوري بروسيس صارت فيها. كيف الاريا هذه صار فيها انفلاماتوري بروسيس؟ من خلال الرياكشن الموجود عندي هنا. اذا بتلاحظ في الصوره انه في البدايه كان عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس، تمام، كان عندي في السيركوليشن، تمام، انتيجين انتي بودي كومبلكس، وادي بعد هيك الكومبلمنت. الكومبلمنت استدعى خروج ايش؟ خروج صارت عندي اللي هو الانافيلاتوكسنز، والانافيلاتوكسين بدورها ساعدت بانه تعمل لي عمليه انكريز البلاد فيزل بيرميابيليتي، وصار عندنا ديبوزيشن زي ما احنا شايفين في الصوره، وهذا الديبوزيشن عمل انفلاماتوري بروسيس في هذه الاريا، في هذه المنطقه زي ما احنا شايفين هنا، تمام. صار في عندنا استدعاء للخلايا، راحت الخلايا نيوتروفيل مونوسايت على هذه الاريا، انزيمز خرجت من عندنا، عملت ديجنريشن للتيشيو، وصار عندي انفلاماتوري بروسيس اللي هي تمثل في الصوره الموجود عندنا، تمام. فبيجي بيقول لي هنا لارج كوانتيتي اوف سوليوبل انتيجين انتي بودي كومبلكس فورم ان ذا بلاد and are not completely removed by macrophage. في عندي كمية a lot. These complex antigen antibody load in the capillaries between the endothelial cells and the basement membrane. يعني البيزمنت membrane بتاع blood vessels والendothelial cells، تمام، هيصير في عنا ايش؟ infiltration لهذا الكومبلكس في هذه الاريا. اوكي؟ الان هذا هينشط الكلاسيكال باتوي بتاعت الكومبلمنت، اوكي؟ وحيصير في عنا اكتيفيشن. وهذا اللي صار عندي الانافيلاتوكسينز الموجوده بعد ما ساعدت بانه البلاد فيزلز انكريز بيرميابيليتي، تعالي يا ليوكوسايت للاريا، تمام، وتعالي يا ماكروفيج، طبعا اشتغل يا ماكروفيج انفلاماتوري بروسيس ويل اوكير ديو ذا انزيمز ذات سكريتد، وهذا الامر ممكن يؤدي انه يكون في عندي يصير في عندي دامج في التيشيو، وممكن يصير عندي هيموريج لانه صارت دامج للبلاد فيزلز بشكل عام، وهيك بيحصل عندنا انفلاماتوري بروسيس جامده اللي هو عباره عن تايب 3 هايبر سنسيتيف. هنا منظر اخر بيمثل الصوره اللي قبل بشكل عام. بهيك احنا ان شاء الله بنكون انهينا تايب 2 اند تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي.